استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عائلة المحمود، يتقدمهم فضيلة الدكتور الشيخ عبد اللطيف المحمود، والذين قدموا إلى سموه شكرهم وتقديرهم على تعزيه ومواساته لهم في فقيدة العائلة المغفور لها بإذن الله آمنة عبد العزيز المحمود. وخلال اللقاء أكد سموه أهمية الحفاظ على ما يتسم به المجتمع البحريني من قيم التواصل والتقارب في مختلف المناسبات، وضرورة العمل على تسخيرها في نفوس الأجيال القادمة بما يعزز من وحدة النسيج الاجتماعي والتعايش الذي تتميز به مملكة البحرين جيلا بعد جيل. وقال سموه: لقد كان من فضل الله علينا أن أثبت شعب البحرين وعلى الدوام تمسكه بوحدته الوطنية وترابطه، وإننا نعتز بأننا شعب متماسك في كافة الظروف، والتحديات لن تؤثر في عزيمتنا بل تزيدنا إرادة وإصرارا على تحقيق كل ما نتطلع إليه لوطننا من تقدم وازدهار، وأن تكون البحرين على الدوام دار أمن واستقرار. وأضاف سموه: إن غاية ما نرجوه لوطننا العزيز أن يكون أكثر قوة وتماسكا، وأن تغدو أيامنا القادمة أكثر ازدهارا من الحاضر. من جانبهم تقدم أبناء عائلة آل محمود بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على لفتة سموه الكريمة بتقديم التعازي في فقيدة العائلة، بما يجسد ما يتمتع به سموه من مشاعر نبيلة وأحساس عالي، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على سموه الذي يحرص دائما على أن يكون بين المواطنين وقريبا منهم في مختلف الظروف. سائلين الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن ينعم عليه بمفور الصحة والعافية والعمر المديد.